مساء الخير في هذه الحلقة الخاصة مثل إبداع. هذه الحلقة الليلة ستكون انطلاقة لحلقات أخرى نقدمها تحية لمبدعين من لبنان والشرق الأوسط في قطاعات مختلفة، أسماء لمعت في عالم الطب والاكتشافات والرياضة والثقافة. نقدم فيها التحية كما الفائدة للرأي العام الذي تحبطه يوميات السياسة في لبنان والعالم العربي. فلماذا لا تكون هذه التحية محطة نور ورجاء للمستقبل؟ الليلة المبدعان من لبنان: الباحث في العلوم السرطانية ميشيل عبيد والبطل اللبناني بعد إيفرست إلى القطب الجنوبي مكسيم شعية. العام الماضي طلعتنا المجلات العلمية بأخبار اكتشاف علاج للسرطان في فرنسا. الحكاية تبدأ مع لبناني انطلق من لبنان، لبناني شاب اسمه ميشيل عبيد الذي تحدثت عنه الـ LBC في نشرتها الإخبارية، ثم جاء إلى لبنان وعرض في سلسلة لقاءات ومؤتمرات صحفية ما أنجزه. الليلة أستقبل في المحور التالي بعد قليل ميشيل عبيد ليخبرنا على الإنجاز والبحث ومستقبل علاجات السرطان. أما في المحور الأول فأستقبل بعد قليل للمرة الثانية في كلام الناس البطل اللبناني مكسيم شعية، 47 عاما، العائد من القطب الجنوبي في الثاني من كانون الثاني 2008 بعد رحلة 47 يوما في القطب الجنوبي. يذكرنا مكسيم شعية بعد البريك الإعلاني ويزودنا بصور حصرية لكلام الناس عن الرحلة في القطب الجنوبي، تفاصيل البقاء والاستمرار وسط صعوبات طبيعية ومناخ قاس اجتاز خلاله مسافة 1130 كيلومتر سيرا على مزلجين مع رفاقه الكندي والبريطاني والنرويجي. بعد البريك الإعلاني إذن أستقبل مكسيم شعية، قبل أن أستقبل في المحاور التالية ميشيل عبيد الباحث اللبناني في العلوم السرطانية ليحدثنا عن آخر اكتشافات علاج السرطان، عن الإنجاز والاختراع والآمال. إذن أبدأ هذه الحلقة الخاصة باستقبال مكسيم شعية. مساء الخير مكسيم، أهلا وسهلا فيك. احتجيت على 47 ليه؟ لأنه 46. مش الحال أنا عملت أنه 47 يوم عمرك 47 سنة. بال 97 شو بتعمل؟ بدك 97 يوم تتوصل على القطب الشمالي؟ الله كريم. مبروك أول شيء مكسيم، بعد إنجاز القمم السبعة اللي اختتمتها بإيفرست عام 2005 بعتقد 2006. ليش القطب الجنوبي؟ أول شيء مسا النور للجميع. ليش القطب الجنوبي؟ لأنه من بعد ما خلصت إيفرست قعدت وفكرت كتير، قلت هل من هي هون؟ وحسيت أنه لا، في بعد شيء عندي حابب أعرضه. بقى في شيء إيفرست يسمى القطب الثالث، the third pole، لأنه في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، بما أنه إيفرست هو أعلى نقطة على الكرة الأرضية بيسموه القطب الثالث. بقى أنا قلت في عندي مشروع جديد، الأقطاب الثلاث، the three poles. طبعا تحقق إيفرست اللي هو القطب الثالث، ومن كم يوم ما بتعرف حقق القطب الجنوبي اللي هو القطب الثاني. وإن الله راد ببلش بأذار 2009 تأخلص بنيسان أواخر نيسان 2009 إذا الله راد بحقق القطب الشمالي يلي هو برك الأصعب من الثلاثة. حلو كتير. هل كنت أول عربي أول لبناني بالقطب الجنوبي مكسيم؟ إذا مني غلطان نعم، أنا أول لبناني وأول عربي. بيتزلج مثل ما بيقولوها all the way، يعني أنا تزلجت من شاطئ أنتاركتيكا بسموها الهيركوليز إنلت. وين يعني؟ على شط أنتاركتيكا. أنتاركتيكا هي قارة غريبة عجيبة، أول شيء ما فيها بلدان، ما فيها عواصم. 98% من أنتاركتيكا مغطاية بجليد، وطبقة الجليد على أسبك مرحلة بتوازي 4800 متر. هذا 90% من الجليد الموجود على الكرة الأرضية و70% من مية الشرب اللي موجودة على الكرة الأرضية.
وإذا لا سمح الله هالماء هالجليدات بدوب وشي نهار ما بعرف إذا هون نكون تحت البحر، بس بحورنا بتعلى بين 50 و60 متر. إذا ليش الخوف من ارتفاع درجات الحرارة بال مش هناك عم يتخوفوا العلماء من الجلوبال وورمينج والآخره الارتفاع بدرجات الحرارة، بس كون أكيد إنه مش بعمرنا ولا بعمر ولادنا ولا بعمر ولاد ولادنا لو شو ما صار للكرة الأرضية ما في قوة تدوي بهالجليد هيدا اللي موجود بأنتاركتيكا. امتى غادرت لبنان مكسيك؟ غادرت لبنان بأول تشرين الثاني، ولكن ما بدأنا رحلتنا من الهيركوليز إنلت يعني من شاطئ أنتاركتيكا إلا 12 تشرين الثاني. ليش هالتاريخ هيدا؟ سؤال عظيم. طبعا بتعرف على القطب الجنوبي، كل ما تقرب من القطب الجنوبي وبالقطب الجنوبي بالتحديد في عنا بالسنة نهار واحد وبالسنة ليل واحد. كيف يعني؟ يعني بتشرق الشمس مرة واحدة وبتضل مشارقة على 5 أشهر ونص، بترجع بتغيب على مدة جمعتين، بتصفي تغيب شوي شوي وبتغيب 5 أشهر ونص. أوكي. يعني في عنا نهار واحد بالسنة وليل واحد بالسنة. تتعملوا شو؟ لا هيدا نهار. أوكي هلا فهمت. أوكي. إيه يعني بتشرق الشمس مرة واحدة وبتضل شارقة كل مدى الصيف. يلي هو الشتاء عنا، لأنه نحن بمنتصف الشمالي للكرة الأرضية، بمنتصف الجنوب للكرة الأرضية بالأرجنتين وبالبرازيل، لما بيكون شتاء عنا بيكون صيف عندهم. فلذلك هلأ عز الصيف، يعني 21 كانون الأول من كم يوم كان السمر سولستيس، يعني أعلى يعني عز الصيف وعز الشتاء عندنا نحن بالمنتصف الشمالي للكرة. بس 12 يوم ليش انتظرتون التلي ماكسيم مثلا؟ لأنه أول شيء غادرت بيروت أنا بأول تشرين الثاني، بس رحت من هون لباريس، من باريس رحت لميامي عبر بالليل، من ميامي رجعت رحت بالليل لسانتياغو دي تشيلي، من سانتياغو دي تشيلي كمان بالليل لبونتا أرينس. بونتا أرينس هي أقصى جنوب التشيلي، بالقرب من اللي بسموه تيرا ديل فويغو، يعني لا تير دو فو، يعني الأراضي النارية يسمون هيك، لأنه وقتها لما مرقوا بالسفن شافوا النار من الناس اللي كانوا عايشين هناك. بقى بعدين من هنيك ما عاد في تيارات مثل اللي بنعرفها انا وياك، بناخذ طياره كبيره كتير اسمها إليوشن. هون في عندي صورتها، فينا نشوفها على سكرين. بعتقد لابتوب معك يعني ممكن يساعدنا ان نشوف. حضرتها؟ نعم هي موجوده، خلينا نشوفها. هي طياره روسيه حربيه مطلع عليها من ورا. وهيدي الطياره مثل ما هلا موجود انا غطى على الجليد. هيدي بأنتاركتيكا، أنتاركتيكا مثل ما قلت لك مغطاية بجليد 98% منها كلها سوا. ما في تشوف إلا بس الجبال المنحدرة جدا، منشيل عنا الجليد لأنه من الهواء، لأنه منحدرة كتير. طيب كيف قدرت نزلت الطيارة؟ هلا أنا موجود وهالطيارة موجودين على اللي بسموه هنيك The Blue Ice Runway، المدرج الجليد الأزرق. هون في منطقة في كتير هواء، فلذلك التلج ما بيعلق على الجليد، بقى الجليد مبين ونوعا ما جالس، أبدا مش مثل مدرج مطار بيروت أو أي مطار. بس هالطيارجية هيدول أبضيات لشكل أنه فيهم يغطوا هالطيارة الكبيرة كتير، بتاخد بفتكر 17 تون بايلود، يعني بتحمل جويتها طيارات صغار. بغطوا على المدرج هذا طوله 2.5 مايل وما بيستعملوا فريماتهم، بيستعملوا بس هذا ريفرس ثراست. وبالتيك اوف شو بيعمل؟ نفس الشيء، عندهم مسافة طويلة 2.5 مايل. أكيد إذا كنت محملة طيارة عادة بحملوا أشياء بنزلوها بأنتاركتيكا وبيرجعوا. شو نوع الأشياء؟ أكل وشرب تبعكم والبنزين. البنزين اللي بدنا نستعمله للطيارات اللي بنستعملها جوا بنستعمل غير طيارات. لشو عم تستعملوا جوا غير طيارات؟ تنتنقل جوا، يعني ما بعرف إذا بلاقيهم هلأ هون. خلينا لازم نشوفهم. طيارات صغيرة مجهزة بس مثلا تمويل هالطيارة، يعني مين دفع إجرتها هالطيارة؟ هالطيارة في شركة اسمها Antarctic Logistics and Expeditions، يلي هني أنا استعنتهم للوجستية كل هالأشياء. كداش كلفتك؟ مكلفة كتير. السفرة بس من بونتا أريناس لأنتاركتيكا روحة رجعة
أكثر من 20,000 دولار. بنك عودة هو اللي مول هالمسألة؟ أكيد هو بنك عودة، وطبعا الشكر لإله، لأنه لو ما بنك عودة ما بكون قاعد هون معك مارسيل، وما بكون حققت هالحلم لإلي وهالإنجاز للبنان. نعم، هيدي مش أول مرة يعني بنك عودة مول لك إيفرست كمان، بس خليني أشوف التيارة، إذا التيارات صغيرة قبل ما أدخل بتفاصيل، لأنه عندنا الصور الحصرية رح تشوف فيديو بكاميرتك أنت صورتهم. إيه نعم نعم، كله بكاميرتي أنا. طيب. بس مش الحال. بركب لأيون هون لحظة. هلا انا عم بروح لحاول لأيون. انت عم حاول لأيون. نعم. بس بدي اسالك الدعم المعنوي اول شيء، خليني اسالك قبل الدعم المعنوي، كيف نظمت اللي كانوا معك الالماني؟ خليني اعرف اول شيء كان معك ناروجي، ناروجي وبريطاني وكندي. ونعم وكندي. وكيف تنظموا؟ كيف هدول عبر هالشركة هيدي أو هالشخص هذا اللي اسمه مارك شارب، يلي هو بيدير أنتاركتيك لوجيستيكس أند إكسبيديشن، شخص عنده كتير خبرة بأنتاركتيكا، والناس مثلي، في غير ناس مثلي بتعرف بحبوا هالنوع الأشياء، بحبوا المغامرة، اتصلوا فيه، هو شاف أنه هيدا قادر وهيدا قادر وهيدا قادر وهيدا قادر، وحطنا سوا. ليش اختارك إلك؟ ما اختارني انا، اختار انا مقدم طلب. ايه؟ هو شايف انه ماكسيم شعاي هو شخص قادر يعمل يلي عم بيقول بده يعمله. نعم. مش عم بيجي بزت كلام. اوكي. لانه ماكسيم شعاي قبله عامل هيك وقبله عامل هيك وقبله عامل هيك وقبله عامل هيك، وفلذلك صفينا كلنا سوا كفريق، لانه في ناس بيجربوا يعملوها سولو، بس هيدي بركي لو ما عندي انا عائله بحاول اعملها، بس بما انه عندي عائله بفضل مع ذلك فريق. بدي اسالك لانه عندك عائله، عندك عائله واولاد، هالدعم المعنوي رح نشوف بعد شوي انه احتفلوا لك بعيد ميلادك، بعثوا لك حتى صوره قلب جيتو اللي احتفلوا لك فيه بلبنان، ما بعرف اذا هلا ببين كمان معنا على الـ على الـ على الصوره عم قلب الجاتو هذا هون عيد الميلاد بانتاركتيكا، طبعا ما بتحس فيه ابدا. ما شفت الصوره، يا ريت تعطينا اياها. بعطيك اياها اكبر. مزبوط. نعم. هيدي شو؟ هيدي جوات خيمه من الخيام الكبار اللي موجودين بالبيس كامب. عيد الميلاد شايفني لابس طربوش. ايه بس ماكسيم هون انتوا اكثر من اربعه. مزبوط. هيدا هون بالبيس كامب في غير، في شخص ياباني وشخص كندي وشخص اسكتلندي. كيف هونيك اجتمعتوا؟ هني جايين بغير، في غير ناس عم بيعملوا غير، في ناس بيروحوا تيشوفوا مثلا البنغوينز. اي ما بعرف شو بنقولهم بالعربي البنغوينز. صبايا ترجمة بنغوينز. نعم. البطريق. البطريق. اوكي. بعتقد البطريق. اوكي. توني مثلا بيجوا بس بينفع من وقت للتاني. شكرا. شيف دو بلاتو. بقى في ناس بحبوا يروحوا على انتاركتيكا، يعني في واحد يدفع ويروح على انتاركتيكا مشان. طيب. هذه هي الطياره اللي كنا عم نفتش عليها. هذه هي طياره كنديه اسمها توين اوتر. توين معناتها انه مزدوج المطارات، ومثل ما شايفين مجهزه بسكيات. هو ما بيبقوا معكم كل الوقت، بيوصلوكم وبفلوا. لا بيوصلونا وبفلوا. طيب. اكيد. هلا رح نشوف بعد شوي انه هونيك ما في اثر لا للحياة لا للنبات لا للإنسان، بعد شوي رح أذكر التفاصيل. بس قبل ما يعني بدي أشوف الصور من أي ارتفاع بلشت على سطح البحر؟ طبعا بما أنه كنا عشط ابتدينا على ارتفاع صفر أو بركي 5 أمتار اللي هو ارتفاع جليدي. أي ارتفاع وصلتوا له؟ القطب موجود على تقريبا 3000 متر، 9000 وشوي أقدام. نعم. بقى وصلنا على 3000 وكذا، يلي هو ارتفاع القطب الجنوبي، بس القطب الجنوبي هو مش جبل. صح. هو ولكن هال 3000 متر 2500 منهم هن جليد. و500 بس هن أرض. وطبقة الجديد كل يعني تعرف في كتير هونيك كل طبقة جديد كل سنة تتكون طبقة جليد، مش كل سنة تقريبا، بس كل أكتر من سنة، لأنه أنتاركتيكا هي أبرد وأجف قارة بالعالم. بتقلها لميران عبود زميلتنا بالإعداد أنه عم بتقلها أنه أنت شربت من مية المسيح. شرب مش من مية المسيح، عهد المسيح. من عهد المسيح، من عهد المسيح ومن عهد النبي محمد، من عهد المسيح سلام لاسمه، ومن عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكون اكيد انه المي من هال وقتين نفس الطعمه ونفس اللون ونفس الريحه. أكيد. ونفس الشيء. بس كيف حتى لفتتك هذه المساله؟ ليش انه كيف عرفت انه هيدي من زمن من عهد المسيح؟ ما لما العلماء يلي موجودين بالقطب الجنوبي، بتعرف في محطة طويلة عريضة اسمها أمونسن سكوت. نعم. أمونسن على اسم النرويجي يلي اكتشف القطب الجنوبي، وسكوت يلي وصل من بعده بجمعتين بس ما قدر رجع، مات هو مع كل زملائه. سنة 1911 اكتشف أمونسن. هي المحطة الأمريكيين.
الأمريكيين مسيطرين عليها مثل ما بتعرف، مسيطرين على كل شيء. ليش مسيطرين عليها؟ مش هني هني معمرين على يعني، هو مين ما كان فيه روح يعمر اللي بده هنيك. هلأ في شيء اسمه أنتاركتيك تريتي ومادينو، بفتكر 9 بلدان منهم أمريكا، منهم البلدان مجاورة مثل تشيلي، مثل الأرجنتين، مثل أفريقيا الجنوبية، مثل نيوزيلندا، بس في كمان بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا. بقى بيعملوا كتير دراسات هنيك، منها بيدرسوا الفلا، لأنه أنتاركتيكا هي أنظف قارة بالعالم، ما فيها تلوث أبداً 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 أبداً، ما فيها إنسان، ما فيها إنسان، مزبوط. الإنسان هو اللي عم بيلوث، مين عم بيلوث؟ مزبوط مزبوط. وبيعملوا دراسات لتحت حتى يدرسوا أكتر شيء. يعني اجتمعت مع دكتور بابيشفاليت، طبعا روسي بس صار امريكاني، يعني استولوا عليه الامريكان، بيدرسوا شيء اسمه نيوترينوز. نعم. والنيوترينوز اللي بيجوا من فوق اوكي مهمه، بس اهم شيء النيوترينوز اللي بيجوا من من نصف الكره الارضيه. بقى بيبحثوا وبحطوا مكانات مصوره بس منا موجوده هون، موجوده مع سامر عتاه، هي الصور. لا لا الي سليمان. نعم نعم. هلا بنشوفهم لك حاب الروبورتاج صور حصري. وطبعا هن بيعرفوا لما لما يبحثوا لل 2500 متر بيعرفوا انه الطبقه هيدي هي من القرن الفلين او اوكي. هيك حال تباركت بهذه المياه ماكسيم. وصلت يعني وصلت مثل ما قلت سماكة الجليد لل 4800 متر. هل في حياه نباتيه او انسانيه او حيوانيه؟ ما شفتوا اي شيء ابدا ولا نباتي؟ ثلاث ايام نباتي ابدا. كيف معقول شيء يعيش على جليد ومطرح بحراره؟ معدل الحراره على القطب الجنوبي مدى السنه، طبعا بالشتويه يعني صيفيتنا شتويتهم لما ما تكون الشمس موجوده برد كتير، بقى المعدل 49 تحت الصفر. ما في شيء معقول يعيش ب 49. شفافك مقشبين بعد شفافه ومنخاري. كيف تحملتهم؟ يعني بصعوبة، بس ما كنت متصور أنا، لأنه مش بأول المشوار، مع أنه بأول المشوار أكتر شيء كان في هواء، وأنت بتعرف لما صح. بيكون في برد صح. الهواء بيضاعف البرد صح. بشكل رهيب. يعني عندكم هواء كان والبرد أكتر بكتير من هيك، في البرد والهواء يلي بيضاعف البرد كتير، في كمان أنه نحن عم نطلع طلوع، في كمان نحن أنه عم نجر كل معداتنا وأكلنا معنا. أنا السلاد تبعي الترينو تقلو كان 118 كيلو لما ابتديت. أكيد معك. طب ما بدي 60 نهار أكل يا مرسيل معك. وأخذتهم من كندا مثل ما فهمت، أنه البروتينات والمغذيات. لا الأكل اللي نسميه دي هاي، دي هاي معناتها دي هايدريتد، معناتها مجفف. اللي استعملناه هو من شركة أمريكية كندية اسمها هارفست فود ووركس. وهيدي تكلتوا على المكسرات، على البسكوي، على الشوكولا، وعلى هالأنواع من الأكل. كمان بتقول أنه الهواء نحت أشكال جميلة على الجليد، فينا نشوفها قبل ما نشوف روبورتاج إلي سليمان. كلها موجودة مع إلي. طيب رح خلينا نشوف. إذا بيعطيني السيدي إلي فرجيك. هلأ شو بدك؟ هلأ رح نشوف الروبورتاج وبعد منه منعلق عليه بعد البريك الإعلاني. منشوف الروبورتاج سوا. قال دولة الرئيس اليوم اتصل بنا المواطن اللبناني مكسيم شعية، الذي كان قد حقق إنجازا كبيرا العام الماضي بوصوله إلى قمة إيفرست، وقال إنه متجه إلى القطب الجنوبي اليوم لرفع العلم اللبناني، وهو الآن في ذلك الموقع. نحن نفخر بشاب من بلادنا مثل مكسيم، ولم نكن نحلم بأن نرى لبنانيا في هذه القمة أو تلك. هذا إنجاز كبير، نحيي صاحبه باسم مجلس الوزراء واللبنانيين. هذا الأمر بينضاف لا يعني صورة إرادة اللبنانيين لمثلها مكسيم لليوم. أنا عرفت كان عم بيتصل لحتى يرتب موعد مع رئيس بري، ونحن بنحييه لأنه على رمزية هذه المسألة بتأكد أنه بلحظة البلد عم يمرق فيها بتحدي صعب، الناس بلشت تفقد أملها. صحيح. عم بنشوف واحد من اللبنانيين مصر يرفع علم لبنان، لا علم حزبه، لا علم طايفته، لا علم حركته السياسية، ليقول أنه لا هودي اللبنانيين. بعض بيطلع منه شيء شع على كل العالم.
يا ميري كريسمس. عم نشوف هذا الروبورتاج اللي اشتغل عليه مش الي سليمان هون. شو عم تشوف هون هذا انت؟ ايه نعم. شو بمنخارك؟ مجلد. مجلد. مين كان عم بيصور؟ لانه هذا سؤال كل الاكيب هون. انت كنت عم تصور اغلبيه الصور هون؟ لا مش انا عم صور، هيدي صوره ستيل اعطيتها للزميل الانجليزي هون. انا ماسك الكاميرا بايدي الشمال وانا عم صور. انا وعم بمشي. ايه شايف الجليد على الماسك تبعي؟ هذا من تنفس اللي كيفه مجلد. كنت عم بتقلي انه خلال هالرحله يعني اذا عزتوا اسبرين اذا عزتوا بانادول ما لذلك لازم تكونوا مجهزين. هذا كله انت كنت عم بتجره؟ اي نعم. هيدا بعدين هيدا باخر الرحله. هيدا هون اخف الاكل كل يوم بخف تقل السلاد تبعي تقريبا كيلو. ايه؟ بين الاكل والبنزين او الوايت سبيريت اللي بيستعمله لحتى ذوب بجليد واشرب مي. بدي اشرب بين 4 و6 لتر مي كل يوم لانه قاره. من وين كنتوا تجيبوا الميات؟ ما ليك الجليد عم بقول لك 90% من الجليد الموجود على الكره الارضيه موجود هونيك. كنتوا عم تاكلوا على هذه المي؟ بس بدك تدوبها، ما في شيء اسمه مي. كيف كنتوا تدوبوها؟ في معي انا مثل غاز صغير، مش غاز، ما بستعمل غاز، بستعمل الطاقه الشمسيه قريبا. الطاقه الشمسيه بستعملها مشان حتى عبي التليفون عبر الاقمار الاصطناعيه اللي بستعمله او الكاميرا او الـ 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 الكمبيوتر هون الصغير. هون شو هو؟ هون هدول زملائي ورايي عم بيجوا صوبه. مكسيم؟ نعم. كيف كنتوا تتحمموا هوني؟ هيدا اخر مشهد؟ هيدا العلم اللبناني؟ لا لا هوني بس كل هالمشهد كله. لا 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 شو؟ لا هوني بس حطت العلم اللبناني على الباتون تبعي على الحصاية. بس هون عم صلح السكي تبعي اللي انكسر. هون عم بحكي على التليفون الإيريديوم يلي هو بستعمله يلي الوحيد اللي بيشتغل على الأقطاب ثريا وإلى آخره، ما بيشتغل هون. وهون هذا كان آخر نهار نحن موجودين هونيك. شخص معنا ضيق صار معه بالقلب. هو حكيم بقى مرادي كفي. هدول اجوا من القطب الشمالي يحولك الشراع الشعار القطب الشمالي عليهم. اجوا اخذوه ونحن اخذوه للي تضيق للي تضيق. وعرفتوا شيء عن مصيره؟ ايه الحمد لله صار منيح. بس هو لانه حكيم حس شيء صار معه مثل جلطة صغيرة بقلبه وما قدر كفى. حرام يعني بنهار واحد من هذه هي الطيارة. هون نحن موجودين بفيل يلي هي بين القطب الشمالي، عفوا القطب الجنوبي، هذا القطب الجنوبي. هدول الدراسات هدول البلدين يلي مديو الانتاركتيك تريتي. وانا اجيت هون وزرعت العلم اللبناني. وهون في قصة صغيرة. شو هي القصة؟ ينزل لك واحد من القاعدة يلي هي قبالها الاعلام هيدي. نعم. بيركض بيقول مين وضع العلم اللبناني هون؟ وانا كنت صار لي مدري قديش توصل وقفت هيك وقلت له أنا اللي وضعته. ركض غمرني وصار طلع جده من الشمال وهو أصلاً. برافو مكسيم، حلو كتير. عم يزقفوا لك بالستوديو. شو له علاقة هو بال؟ هو واحد من العلماء على القاعدة الأمونسن سكوت بيس مع الأمريكان بالناشنال ساينس فاونديشن. جذوره لبنانية. جذوره لبنانية. ما خلص هذا الحوار مع مكسيم شعية بعد بريك الإعلاني. أتابع هذه المغامرة الجميلة اللي فيها الكثير من التحديات بعد بريك الإعلاني. قبل أن أستقبل بعد بستقبل ميشيل عبيد الباحث في العلوم السرطانية وآخر الاكتشافات حول هذا المرض الخبيث. أتابع كلام الناس في هذه الحلقة الخاصة مع مكسيم شعية في هذه المغامرة، في هذه الصور الحصرية، في هذه يعني المعلومات المهمة والغنية حول القطب الجنوبي. مكسيم بتقول أنه في عوامل ذهنية واجهتك وصعوبات نفسية كمان واجهتك أثناء هذه الرحلة، شو هي؟ مزبوط، صار معي شيء ما بحياته صاير معي مرسال. أنا كان ضمن تمريني مفروض زيد نسبة الدهن بجسمي من 11% إلى 22 لا 20 22 حتى 25 لو قدرت. وصدقني أكلت بطريقة وحشية مثل فواجراس يحشو. ما عم خبرك ولدرجة إنه مدام تتقلي انقلع من وشي وحش تاكل يعني أنا وقف قدامه وأكل أكل أكل وهي بتعرف كيف كلهم بدهم يحافظوا على بقى. وبس ما قدرت لأنه بعتقد خلينا نشرح بس نقول للمشاهدين ليش كنت عم تتغذى.
لأنه الجسم الإنسان أنا أكيد كان معي ما كان فيني أحمل أكثر من 6000 شغلة حرارية. شو بقولوا لا وحدة حرارية سعرة حرارية سعرة حرارية كالوري بالنهار. هلا كل إنسان بياخد 2000 من هيك 2000 2005 إذا واحد بده ينصح بياخد 4000 لا إيه بس أنا 6000 أكثر من هيك بصفي أتقل بكتير بصفي تقل بقى و6000 هو أكيد كالوري ديفيسيت معناتها أنه أنا عم بصرف أكثر من 6000 مش بس بالحركة بس كمان جسم الإنسان بيصرف كالوريز وسرعات حرارية من وراء البرد حتى يحارب البرد. بقى يلي صار بما أنه أنا عم بصرف بنزين أكثر من ما عم بحط بجسمي كل يوم خلصوا معي البنزينات. شو بصير لما يخلصوا معك البنزينات؟ ببلش جسمك يأكل من شو أول شيء؟ من الدهن. صحيح. بس خلص الدهن ما كان في كتير من بعد 4 أسابيع أو 5 أسابيع بلش يأكل الجسم من شو؟ العضل. صحيح. من بعد ما أكل من العضل عملت وهن بسرعة مش أنه تدريجيا بسرعة. بدك تقول أنا معود مثلا سوق أودي أويت مع موتور 12 سيلاندر كثير كل هالدعاية أودي وعود الليل وأفلم برنامج برعاية إنفينيتي يا زلمة ومن برعاية إنفينيتي شو على واحدة إنفينيتي جي 35 جي تفضل أوكي ومن نهار للتاني حدا إجا شيل الموتور 8 سيلاندر اللي بال 45 وحط لي موتور شو بدنا نقول بس ماشي الحال رونو 5 4 سيلاندر من نهار للتاني تاني نهار جيت عم بدعس بنزين ما عاد في شيء وين راحوا 8 سيلاندر صاروا 2 سيلاندر 3 فعلا مش بس جسديا ضيقت كتير لانه ما عاد فيني جر هالتقل وراي بس كمان نفسيا شو اثر عليك هالشيء احبط اكيد احبطت يعني انه افتكر فيها احباط شو كانه انت من هذا الثاني مرسل عم تحكي عربي بشغل وشغلتك تحكي عربي بس شو انعكس عليك خوف قلق قله ايمان يأس بالعكس زاد الايمان زاد إيه اوكي بس الخوف بدك كفي الخوف لا ما عاد بدي كفي بس الخوف انه ما عاد اقدر كفي انا كنت عارف انه رح اعطي 101% من جهدي اذا معقول بس انا كنت خايف انه يكسر معي الموتور انه خلص انه يرفع العشرة. كيف تخطيت هالقصة؟ بركب الشغلة اللي سألتنيها اول شيء بالايمان ايمانا بس بتذكر في نهار 24 كانون الاول ليلة الميلاد ليلة الميلاد كنتوا عم بتخلصوا يعني كنت لانه الرحلة اختصرت وينك وين بعد عنا كان ايه مزبوط بعد عنا كان 4 ايام بس شو انه 4 ايام يعني 27 يعني اكثر من 100 كيلومتر كان بعبدنا ماي بعبدنا ديجري واحد يعني 60 نوتيكال مايل لدرجة كنت ما عاد عندي قوة انه ما عاد عندي مروة او قوة انه صلي تصور لوين anyway بعد مرقت بمرحلة صعبة جدا بس خبرني كيف تخطيتها صليت وقلت انا تعرف نهارنا كل يوم في يوم بعدين بالنهار مقسوم ببولز كل يوم 6 مرات نوع الساعة 6 بنبلش تزلج الساعة 9 بتزلج ساعة ونص بناكل 10 دقائق ساعة ونص بناكل 10 دقائق بعدين ساعة وربع 10 دقائق ساعة وربع 10 دقائق ساعة وربع 6 مرات متزلج مرتين ساعة ونص واربع مرات ساعة وربع فصرت انا اقول كل مرة يا ماكسيم بدك تخلص هالبول نسميها بول هالجرة ساعة ونص هيدا انتو بس تخلصوا اول نهار بدك ترجع تضب الخيمة عن جديد ولا وتقلع عن جديد يعني كيف لكن وهون انا ورايا عبريز في شخص قعد حدي عزيز جدا على قلبي اللي عم بشتغل كتير وعم بتنقل من اوتيل لاوتيل لدرجه انه اوقات بوعى بالليل وما بعرف من وين الحمام تروح عليه يعني بالاوتيلات 5 و6 نجوم يعني هالشخص هيدا بقى انا بقلبي قلت لو بيعرف هو انه انا كل يوم بدي دب كل بيتي مطبخي ونومي وكل شيء يعني كل خيمتي مع اكلي وشربي والغاز والمطبخ وعود وكذا كل يوم بدي دبهم الصبح حطهم بالترينو جروا وراي وكل يوم المساء بدي ارجع انصب بيتي كنتوا تتدفوا على شو كنا نتدفى يعني ما في وسيله تدفئه ابدا ما في شيء بنلبس اشياء بتدفي شو اللبس لبس مثل ما فهمت ريش القوس في نوعين لبس في اللبس اللي بنستعمله لما نكون عم نتزلج ايه؟ وفي اللبس اللي بنستعمله لما ما نكون عم نتزلج ايه؟ هلا بين هلالين صور لقلوه أكيد بلاقي صور بس لما ما نكون عم نتزلج شيء أكيد أنه ما فيك تبقى برات الخيمة لوقت طويل بدك تروح تعمل لوازمك طبعا مثل ما بتعرف وبدك ترجع تفوت على الخيمة أو بدك تفوت بكيسر النوم ساك أكوشاج
سليبينج باج يلي هو معمول من ريش وز. هيدا أدفى شغلة خلق ربنا. ربنا خلق الوزة حتى تطير على ارتفاع 6,000 و7,000 متر وفوق برد كتير وفي هواء وبس. مش بس هذا الشيء دافئ جدا بس كمان خفيف جدا يلي هو أساسي لحتى نحن نقدر نحمله. ريش الوز هو أدفى شيء. هلا طبعا لما نكون عم نتزلج نلبس غير نوع تياب معمولة من الجورتكس وإلى آخره لحتى تطلع الحرارة، لأنه لما نكون عم نتزلج بمناطق باردة جدا مهم جدا أنه ما نحمى زيادة، لأنه إذا حمينا زيادة مثل ما بتعرف منعرق. نعم. وإذا عرقنا وقفنا من مكسيم من شو كان دور الأهل الأقارب الأصحاب؟ عرفنا أنه أنت عملت ويب سايت لألك وفات عليه حوالي 75,000 زائر مثل ما فهمنا. 750,000 غلط منه بس صفر. اغفر لي سامحني يا مكسيم. طيب هيدا كيف توصل، كيف تواصلوا معك وشو كان دور هالرسائل هالاتصالات هالناس اللي دخلوا عليكم شو كان دوره؟ ما بعرف اذا قريت كم واحدة منهم مرسال بس فعلا شفت قديش كان عندي دعم من كل انحاء العالم. طبعا اغلبيتهم لبنانية بس حتى ناس مش لبنانية من كندا وامريكا لاستراليا وهونغ كونغ من النرويج لافريقيا الجنوبية كينيا ما بتتصور ناس ما بعرفها. شو يقولوا لك؟ يقولوا لي شو يقولوا لي؟ يقولوا لي الله معك روح انت املنا وكذا. يعني فعلا حسيت انه هو ما بتعرفهم، هو في ناس ما بعرفهم ابدا. واذا بخبرك الاشياء اللي انكتبت يعني مثل شو؟ فرجيني شيء مثلها منها. في وحده كتبت شو كتبت؟ اسمع لها غرمت فيك اوعى تقول هلا لمرتك عم تسمع. انا مؤيد هون ما بعتقد عندي، بس في وحده قالت اختي مغرومه فيك بتترك جوزها من يوم لفوق من يوم للتاني. قلت لك يا مكسيم ما لك مصلحه تقول على الهوا. لا هو وناس تقول يعني شو بتعرف كنا عم نجرب ننتخب رئيس ما بخبرك الماكس فور بريزيدنت ماكس فور بريزيدنت كمان انت مش ماروني. لا والحمد لله. شو والحمد لله؟ انا ما بعرف. لا 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 بالنسبه للرئاسه بس حال اليوم هيك في مصلحه واحد بيكون ماروني. مكسيم خليني دور عائلتك زوجتك نبيل خيك الثاني بيك امك هالعائله كلها سوا الاولاد شو كان دورهم بتقويتك لما ضعفت؟ فعلا كان اساسي مثل ما الكلمات اللي بعتوها الاصدقاء وغير الاصدقاء يلي بعتوها عبر the3polls.com. خلينا نشوف انتوا عم تحكي بلكي بنشوف شوي مقاطع من ايفرست الشيء اللي طلعناه كمان على الهواء. هذه صور كمان الحصريه اللي رجعت طلعت على ديسكفري شانل كمان بصور حصريه خلال 8 حلقات. انتوا عم تحكي بلكي بنشوف هذه المشاهد. تفضل. طبعا اساسيه كانت تشجيعهم وبتذكر خيي كريم حتى يطلب من البقايا انه يشجعوني لانه حسوا انه في شيء غلط وكان في شيء غلط. نعم. ما في شك. هون بحب اشكر طبعا الكل الجميع واول شيء بنك عودي اللي من وراء ما من بلي ما كنت قدرت حققت كل هالشيء هيدا ومش بس عم بشكره مني بشكره من عن لسان الشعب اللبناني كله لانه من خلاله هدي بنك عودي للبنان هالشيء اللي هو العالم اللبناني بهالمناطق هيدي. نعم. بس دور عائلتي كان فعلا اساسي وهون بحب اشكرهم لانه تفهموني وفينا نقول هون انه انا مش من نهار للتاني قلت لهم باي انا رايح على ايفرست او باي انا رايح على القطب اللي هن اشياء صعبه. انا رحت درجه درجه. قبل ايفرست عملت شؤويو 8,200 متر. صحيح. وقبل شؤويو عملت اكونكاغوا والاكونكاغوا عملت دينالي. بقى شوي شوي كنت روح وارجع انا اختبر وهن يحسوا انه بيون او خيون او ابنهم قادر يروح ويدير باله لنفسه ويرجع بطريقه جيده ويحقق الهدف. بقى من الناحيتين كانت منيحه انه عملها درجه درجه انه ما في واحد يجي يقول بتعرف لو بتعرف شو بيجوني كان ناس على المكتب من بعد ما رجعت من ايفرست مرسال انه نحن ما بدنا نتسلق ايفرست شو مفروض نعمل. طب ما واحد قبل ما يسوق انا اذا ركبت هلا بفورمولا 1 قبل ما اخلص الحلبه شو بكون قتلت حالي. بس اذا انا سقت قبل فورمولا 1 فورمولا 3000 وقبل سياره رالي وقبل كارتينج كون شوي شوي تعودت على شيء هالشيء اللي اسمه السرعه. بس انت بتقول لفريق الاعداد بتقول انه بدي رسالتي للشباب اللبناني كل واحد منه يكون عنده ايفرست. مزبوط.
شو يعني؟ بس ما معناته انه يجي عم تشبطلوا معنوياتهم هلا عم تقول لهم لا انت ما بتقدروا توصلوا عليها. ليش ما بيقدروا يوصلوا عليها؟ اذا بلشوا قصدك تقول اذا بلشوا بالمونبلان يكون عندهم حلم بالوصول الى مكان ما. مزبوط على ايفرست. ايه بس ما معناته انه من بكره بدهم يطلعوا على ايفرست. لا قبل ما يطلعوا على ايفرست بدهم يتحضروا وبدهم يطلعوا على بدهم يختبروا بغير يكون عندهم هذا الايمان بالوصول يحققوا شيء بحياتهم يكون له معنى بحياتهم. مش بس شيء بحياتهم مش اي شيء بحياتهم اعلى شيء شو اعلى شيء على الكره الارضيه مش ايفرست. نعم فيهم حققوا اذا كانوا جديه واذا كانوا اشتغلوا بطريقه مزبوطه واذا كان عندهم المثابره واذا كان فعلا حابين يوصلوا. ايه بس يعني مثل ما انت عم تقول مش ضروري بكره يطلعوا على ايفرست. لا قبلها بدهم يتحضروا. هيدي طريق الطريق هيدي الى الطريق على المخيم الاول على تبع ايفرست كامب 1 اسمه نورث كول. صعبه جدا انت ما مبيني انها من حدره هون بس ما بخبرك قديشها صعبه. وهون بعدنا بلا اكسجين كل فشخه بدك تاخذ خمس ست تتنفس خمس ست مرات تقدر تاخذ فشخه تانية. صعبة جدا 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 كانت هالمرحلة هاي. هون أنا واصل طبعا هلا شفنا بالمشهد اللي قبل هالشخص اللي للأسف رجعته فقدته هالشخص اللي ما قدر كفى على الطريق معكم. لا هيدا اللي بلا اللي مقطوشي لا هالشخص هذا ما فقدني. الشخص اللي فقدني ما بفرجيه أبدا بهالفيديو هيدي لأنه وعدت أمه أنه أبدا ما فرجيها. ويعني حتى لما وعدتها يعني ما حلو فرجي شخص هو كان إنجليزي. نعم كان إنجليزي صحيح. هيدا المقطوشين المبتورين هيدا المبتورين إجري خسر إجري من نيوزيلندا وخسر إجري على جبل بنيوزيلندا من وراء عاصفة. ووصل هيدا على الأمة. هيدا أول شخص مبتورين إجري اثنين بيوصل على الأمة بس دفع ثمن كبير. إجري اثنين تأثروا كل واحدة منهم تقريبا 3 سنتي وخسر خمس أصابع يعني. مكسيم يعني بعد عندك دقيقة قليلة معك كان معك آيبود أي نوع موسيقى كنت عم تسمع؟ كنت عم تسمع أكتر شيء على كتاب اسمه The World is Flat من توماس فريدمان وعلى موسيقى كمان بس ما منظمها. كنت ما طلع لي وقت نظم الموسيقى أخذتها من صديق لإلي. نعم. وصدقني أوقات تجنني الموسيقى ما بدي أسمعها هيدي هلأ لأنه بتكون أنت عم بتعاني وعم شو اسمه ومش قادر تجي تطفي الآيبود أو يعني أوقات على البرد يطفي لحاله يقول يا خي منيح اللي طفى لأنه ما كنت حابب أوقات أتسمع على الموسيقى. حطته على شفل. شفل معناتها هو بنقي الموسيقى اللي بده. وأوقات يطلع لي شغلة مثلا شي راب يطلع لي راب أو شي عن الشمس الشير أو أنا 40 تحت الصفر وما عارف كيف بدي أطفي بدي أكسره. كان شغلة منيحة. كتبت شي يومياتك؟ كل يوم كتبت يومياتي وبعدت كتير منها على البلوج وابعت صور ويعني بأوقات أكتر شيء بالليل؟ بالليل ما فيني وأوقات ما نام إلا للوحدة تنتين. وهيدي كمان أثرت علي لأنه من هيني أكتب كل يوم وابعت صور لصديقي سامر كرم يلي هو كان عم بيهتم بالبلوغ وفعلا الشكر لإله يلي وصل رسالتي للجميع. وابقى للساعة واحدة وتنتين على السكيت من دون ما وعي زملائي اللي حدي أو اللي بالخيمة حدي حتى أبعت هالصور للبلوغ. بس ما بندم ابدا انه عملت هالبلوج هيدا لانه فعلا ما كنت متصور ابدا تكون ردة الفعل هيك. بدي اختم معك بدي اسالك المرحله الثانيه القطب الشمالي عم بتقول بال2009 القطب الشمالي بلش من كندا من ادوارد هانت ايلاند نفس المسافه تقريبا نفس البرد بس اصعب بكتير لانه منا جافه المنطقه هناك. نحن موجودين بالقطب الجنوبي نحن موجودين على قارة صح. يعني في جليد بس تحت جليد في أرض بس بالقطب الجنوبي بالقطب الشمالي نحن موجودين على سطح البحر. يعني في طبقة جليد على سطح البحر وتحتها في The Arctic Ocean المحيط الأركتيك. بقى في رطوبة أكتر بكتير بقى البرد أقسى بكتير بكتير بكتير. بعدين في شغلتين خطرة جدا بتعرف بما أنه الجليد موجود على الـ على الـ على البحر على المحيط في الكورنتس يعني التيارات وفي الهواء وفي برمة الأرض بتعمل انه اوقات بيكون في بسمون بريشر ريدجز يعني بيتكسر جليد وبيطلع هيك. اوقات بيصير في اوبن ليدز يعني بيفسخ الجليد وبيفتح. نعم. ولما يفتح بصف شو في ما بدك جمعه او شيء ترجع تجلد المي حتى واحد يقدر يمشي عليها. بقى مثلا بالخيمه مننام مع تيبنا والخنجر حدنا حتى اذا فتحت تحتنا الجليد معقول تصير انا اخزق الخيمه واطلع منها.
كمان إذا كان في أوبن ليد قدامنا وأنا مجبور أقطعه يعني صعب. إذا كان أو كلهم وين تعلمتون وين تتعلمون وين عم تتعلمون هو الخبار بالخبرة مرسال يعني كمان أنا عدا عن التسلق والممارسة بطالع كتير وطبعا الانترنت يلي طبعا هي شغلة وهو بحر واسع بحر واسع فعلا وواحد فيه ياخد منه معلومات رهيبة وإذا كان جدي بلاقي له وبعدين في حياة بدأ يعني ما في مزح بهالشغل عمرك بتعتقد بيسمح لك بال 47 أو بال 48 رجع بيقول لي 47 يخيرك بال 2009 رح تكون عمرك 47 42 عم تسبق لي بضلوا يسمح لك عمرك أنك أنا بعتقد أنه مغامرة. شوف أنا وصغير مارسيل كان عندي هواية كتير للرياضة بس مثل ما بتعرف للأسف ربيت خلال الحرب وضيعت هالموهبة وإجا نهار قلت أنا إنه معقولي لأنه هلأ أنا ربيت خلال الحرب أنسى كل هالموهبة اللي أنا عارف عندي إياها قلت لا أو حبيت بقى بضلي جوا جواتي على قد بعدني كل يوم الصبح الساعة 6 بقوم وبتمرن كأنه في عندي ألعاب أولمبية بعد شهرين أو ثلاثة وأكتر من هيك قول بواحد مع العمر بيصير عنده خبرة أكتر وبيصير عنده حكمة أكتر لما يكون واحد يعني لو كنت أصغر من هيك بركي ما كنت بياخد القرارات المضبوطة بالوقت كنت أقول شيء تاني بس لا هذا اللي كنت بدي أقوله ماكسيم آخر كلمة لك شو الدرس بتقوله للجيل المقبل وشو العبرة الروحية من القطب الجنوبي علاقتك بالأرض علاقتك بالطبيعة علاقتك بمخلوقات ربنا يعني بهذا العالم الكبير يعني شو قدرت كونت فلسفة من هذه العلاقة اللي جمعتك حديث هلأ كفلسفة انه نحن نقطة صغيرة بس واحد بهالمناطق هيدي وبهالاشياء اللي انا بعملها بيقولوا بالفرنسي الهورلوج est trop parfait pour qu'il n'y ait point d'horloger الهورلوج شو بنسميها ممتازة لدرجة انه ما معقول ما يكون في خالق هلا الهورلوج انا بعتبره فينا نعتبره كذا شغلة فينا نقول جسم الانسان لانه فعلا جسم الانسان شغلة رهيبة قديش بتكون تعبين وهلكين وهيدا اذا اكلت منيح ونمت وكان عندك ايمان تاني نهار بتقوم وبتصفي انسان جديد فعلا جسم الانسان نحن بناخده كتحصيل حاسي تصور لما نحن نقص حالنا كيف بيختم الجرح هلا بعد شوي رح نشوف عالم اخر من علاقه الانسان واكتشاف الانسان مع ميشيل عبيد يعني مزبوط. يعني هذا العمل اللي عم ينشغل يعني انتم عملتوا تحديين تحدي انت اشتغلته مع الطبيعه وتحدي اخر اشتغل عليه ميشيل عبيد ايضا للطبيعه من خلال الانسان ماكسيم شايع نحن شايفين حالنا فيك والعالم العربي كمان شايف حاله فيك بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية انت فخر للبنان وللبنانيين كلنا سوا نحن حدك نحن عائلتك الكبيرة كمان مثل ما هن عائلتك الشعية هي العائلة الصغيرة وعائلة بنك عودي والكل اللي دعموك والسبعمية وخمسين ألف شخص اللي دعموك إن شاء الله بالأيام المقبلة تاخد هذا الدعم أكبر باتجاه القطب الشمالي وأنا بدي أقول لك تانكيو على اللقاء الحصري وعلى الصور الحصرية وإن شاء الله إلى الأمام مع خبرات جديدة ومغامرات جديدة وإيمان أكبر بالحياة وبالطبيعة وبالخالق شكرا مرسي شكرا لك